هي ليست جولة سياحية في مدينة مكة المكرمة، بل طريق مختصر يؤدي إلى رمي الجمرات بمنن. الحجاج الجزائريون عانوا الأمرين خلال أيام التشريق، خاصة من غلاء أسعار المواصلات، حيث استغل سائقو سيارات الأجرة الفرصة لوضع أسعار خيالية، فقط أحياناً مبلغ 500 ريال، أي ما يعادل 20,000 دينار جزائري. مينا كم واحد؟ ثلاثة. واحد 70 ريال. 70 ريال. 70 ريال واحد. 70. سما واحد 210 ريال. ثلاثة. ثلاثة 210. 70 ريال. 30 ريال ما ديناش. ستين ما تديش. شكرا. كم 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 جيب جيب فلوس ماني ماني كم كم عمر الملك خالد كم قريب؟ ايوه قريب. 51. 50. ايوه اثنين انتو يا جيرو هبه. 50 50. يلا خلاص تمام. يلا كروري كم؟ ثلاثة. الواحد 100. 100 ريال العزيزية. 100 ريال نوري. والله نوري زحمه قفه قفه 200 ريال والله. خد مقفى. انا عارف 200. خد مقفى يسوي مينا. مينا على الراس. مينا اديني 250 اوديك. جوال اديني 50. 250. مينا 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 بكم؟ مينا مصور. هذا سيناريو الأسعار الخيالية لم يقتصر على يوم واحد فقط، بل امتد إلى كامل أيام التشريق، ووجد فيه سائقو سيارات الأجرة الفرصة لجني أموال إضافية على حساب حجاج بيت الله الحرام. فعلا استغل السواق في مكة المكرمة، السواق استغل ظرف وحرص الحجاج على إتمام مناسك الحج من أجل رفع التسعيرة إلى درجة غير معقولة جدا. وصلت بالأمس حاج معنا هبط المكة ب 130 ريال بالأمس فقط، وأظن أن السلطات السعودية لو التفتت إلى هذا الجانب فتستطيع أن تتحكم فيه يعني. وهذا ما أرهق الحجاج وجعل الكثير منهم يفضل السعي على أو المشي راجلا رغم ما فيه مشقة وتعب، خاصة في هذا الموسم الحار. أسعار فوق الخيالية، يمشوك 2 كيلومتر يقولوا لك 100 ريال الواحد الواحد. وحنا في مينن ما كاش بلاص، ما كان لا ماكله مليحه لا ما كاش بلاص، والناس هنا راه تبروفيتي من الحجاج، يقول لك غير باش يمشيك 2 ولا ماكسيموم 3 كيلو يقول لك اعطيني 100، كاين اللي يقول لك 70، كاين اللي يقول لك 150، كل واحد واش يقول لك. الناس الله يغفر لهم راهم يبروفيتوا من الحجاج. بين هذا وذاك يبقى موسم الحج فرصة للبعض لجني الأموال على حساب ضيوف الرحمن الذين يجدون أنفسهم مجبرين غير مخيرين.